بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن وضعنا السماعة حتى يكون الصوت واضح حسب طلب بعض أحبابنا المتابعين. أنا في هذه القناة لا أطلب عمل لايك ولا اشتراك ولا تفعيل جرس ولا إعجاب ولا أي شيء، ما هو هذا الهدف. الهدف أن في حقائق يعني لا يعرفها إلا القليل جدا جدا جدا. أنا أريد هذه الحقائق تنتشر، وحقائق الدين أصلا هو بسيط وسهل. فلذلك الله سبحانه وتعالى، يعني إن شاء الله نذكر هذا الكلام لاحقا الذي نريد نفصل فيه، ولكن الآن أتكلم عن شيء. العالم منقسمين اثنين قسمين، أهل انفصال وأهل اتصال، سواء على أي دين كانوا، وسواء حتى لو كانوا أهل بيت واحد، ناس من أهل الاتصال وأشخاص من أهل الانفصال. بس في الزمن هذا الغالب أهل انفصال، حتى يمكن يصير عالم شيخ كبير وهو من أهل الانفصال، يظن نفسه أنه عبقري زمانه. وهناك ناس أهل اتصال، سنوضح هذا المستويين من البشر. مستوى أهل الانفصال دائما في النكد والمشاكل والتعب، وكل شيء ينالونه بتعب ومشقة ملازمته، التوتر، القلق، الاضطراب، الإحساس بالغربة، الإحساس بأن الناس كلهم ضدك، إحساس أنك ضعيف، تمام؟ هذا مستوى. حتى نعرف انفصال عن ماذا؟ واتصال بماذا؟ إن شاء الله نركز، لأن هذا الكلام مهم ولا غير موجود في الساحة إلا قليل جدا جدا جدا. أهل الانفصال يقول أنا هنا، هذا جسمي المحدود، أنا هذا الجسم محدود ضعيف. والعالم والأشياء، سيارات، بشر، حيوانات، غابات، بيوت، هناك، هذا اثنين، أنا هنا والعالم هناك، والله هناك في السماوات، وهناك عرش جالس عليه. من باب التنزيه والتعظيم الله أنه ليس هنا إلا بعلمه وإلا بقدرته. فهذا حال أهل الانفصال، لذلك هم محدودين ضعفاء. هذا الظرف، ظرف الدولة، اقتصاد ضعيف، هو الذي أوقعني في المشاكل، بسبب الطعام الفلاني أكلته هو الذي أوقعني في المرض. دائما يتشكى، دائما حزين. والدي مثلا إذا كان ولد في بيته يقول والدي هو سبب، يعني أنه فكره غير فكري، وأنا ما أقدر أخذ راحتي ولا أتمتع، والسبب من هو؟ هذا الرجل أو شريكي في الحياة أو شريكتي في الحياة هي السبب. يضع يعني المشاكل على الآخرين، أنهم هم هذه ظروف أقوى مني، لأني أنا ضعيف محدود بهذا الجسد، وكمان عندي وقت محدد، يعني ما أدري متى، وأريد أشياء ولا أحصل عليها لأنها كبيرة قوية، تحتاج إلى أشياء كثير، سيارة مثلا تحتاج إلى مال كثير حتى أحصل عليها، بيت تحتاج إلى مال كثير حتى أحصل عليه مثلا، أو واحد عنده قصر ولكن يبغى يكون صحة كويسة، كيف أفعل؟ المال لا يساعدني في الصحة، دعمت مستشفيات. هذا حالة ناس في جميع المستويات، غني، فقير، ملياردير، طيار، أو يعني عامل نظافة. لا تحقير لهذا ولا رفعة لهذا، ما في رفعة بالمناصب. هذا حال المنفصلين. منفصلين عن ماذا؟ منفصلين عن أي شيء. أنا هذا وهذا العالم وهذا إيش فيه؟
مشكلة، ولكن الحقيقة لا، الحقيقة كبيرة، ما عرفها إلا قلة من الناس المفكرين الحكماء، ومنهم الرسل عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصديقين، وكذلك الأولياء والصالحين، وكذلك الواعين الفاهمين ولو من غير الأديان. شوف سر ما أحد يعرف إلا قليل، اسمع في القرآن ماذا يقول. ولو أن هذه الآية ما كنت أريد أقرأها الآن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه أربعة أديان، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذه مرتين مذكورة في القرآن، تكملة الأولى فلهم أجرهم عند ربهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني في الدنيا ما في خوف، ما في حزن، في سعادة على طول. من هم؟ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. ما دام في إيمان، عمل صالح، إيش؟ إيمان بالله وباليوم الآخر، ويعمل صالحا، فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هو يحزن. الآية الثانية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دحين وبعدين في آية ثالثة، رابعة ثالثة، فيها إن، إيش هي؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا يفصل الله بينهم يوم القيامة. ما قال لهم شيء، لأن في فرقتين ما هي مضبوطة. هذا موجود في القرآن، اكتب هادوا وتجيك الثلاث الآيات. هذا يدل على إيش؟ طيب، ما الإيمان معروف عند الجميع، إيمان بالله معروف، الإيمان باليوم الآخر عند الجميع معروف، عمل صالحا عند الجميع لازم يكون زي بعض، ليس العبادات، ليست الطقوس حقت الأديان هذه المذكورة، ليست العبادات، لا، هي الأخلاق، هي المعاملات مع الناس، مع البشر الذين أمامك والحيوانات وحتى النباتات، هذا عمل صالحا. جارك، والدك، بر الوالدين، أخوك، زميلك في العمل، تعمل صالحا في هذه الميادين، طبقت الشروط الثلاثة فلهم أجرهم عند ربهم، وإيش؟ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعيش في سعادة، ما في خوف، ما تخاف شيء أبدا، ولا تحزن من فوات حاجة ولا مجيء حاجة، لا خوف ولا حزن. هذا خالق الخلق يعطيك القانون، عندك هذه الثلاثة بس، عمل صالح انتبه، تشويش عليه، شوشوا عليه، إن العمل الصالح إيش هو؟ العبادات من العمل الصالح، وهي أقل مرتبة في العمل الصالح. عشان كذا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي المفلس يوم القيامة، تدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا من لا درهم ولا دينار، قال لا، من يأتي بأعمال عبادات، صلى صلاة وصدقة وصيام وذكر وتلاوة قرآن وكل الأشياء ذي، ويأتي وقد سب هذا. شوف العمل الصالح الثاني ذا أقوى من العبادات، سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتأخذ من حسناته ضعيفة، حسنات العبادات مثل فئة واحد ريال، مليان الجيب بفئة واحد ريال ولا واحد ولا سنتات دولار، كله حديد مخبى في الجيب، ويظن أن هذا كل شيء، هذا أقل شيء. أثقل شيء في ميزان العبد هو حسن الخلق، أثقل من العبادة. أبو 500، أبو 1000، فئة 1000، وفئة 500، فئة 2000، فئة 3000، مو مشكلة، في كثير. بالعكس، إن الصابرين إيش أجرهم؟ بالعشرة، بالعشرين، بلا حساب.
هنا الخزنة الكبيرة. عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى كل هذول الجماعات اللي متدينين الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ها، إذا عندهم الإيمان بالله وباليوم الآخر على في حساب بعد الموت، ها، ويوم القيامة، وعنده العمل الصالح الذي ذكرناه، ليس العبادات، العبادات من أقل الأعمال الصالحة. فهذا توجيه بس، ما دخلنا في الانفصال والاتصال، ما معنى الانفصال، ما معنى الاتصال، ما دخلنا هذا، بس إيش تهيئة وتوجيه الأذهان إلى الحقائق، عشان إذا تكلمنا إيش معنى انفصال اتصال يعرف الواحد. فالانفصال أو الاتصال ما هو؟ أول شيء تعرف أنك لست جسد محدود بالجسد، قوتك تابعة للجسد، اللي أقدر أشيله أقدر أشيله، اللي أقدر أتحمل من حزن أقدر أتحمل، الشغل لازم أرهق هذا الجسد ولازم أفك شغل المخ علشان أحصل عليه، هذا غير صحيح. فورب السماء والأرض، إيش أنت محافظين الآية، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأقسم لنا، ها، أن الرزق في السماء ليس في الأرض، أقسم أن الرزق في السماء ليس في الأرض. يعني إيش في السماء؟ مو المكان هذاك اللي فوق فوق أزرق 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 أزرق. أنت إذا تكون في دولة مثلا هنا في منطقة وتقول الله فوق، واحد في دولة في الجهة المقابلة من الأرض يقول الله فوق، يقول كذا، والذي في القطب يقول الله فوق، والذي في القطب الآخر يقول الله فوق. نحن في الزمن هذا عرفنا معنى فوق، ليس هو هذه السماوات، فوق مستوى كل شيء، ليس كمثله شيء، خلاص. وهو قال لك إذا بتسأل فين، أحسن حل أنك تقول ما قاله الله، إيش قال الله؟ أقرب إليكم من حبل الوريد، خلاص اترك الباقي، اترك الخلافات، اقرب لك من حبل الوريد معناته خلاص. ايضا الشخص اللي انت مقابله وتكرهه ولا ما ادري ايش، هو اقرب اليه من حبل الوريد، ان تحترم الله فيه، ولو كان اخطا عليك، ولو كان اذنب، لو كان سوى معك مشكله، انت اذا هذه النيه موجوده يوم من الايام ينقلب معك، اذا ما تبغى تشركه، لكن تذهب العداوة تنتهي وتصير صداقة، زي ما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة إيش؟ كأنه ولي حميم. هذا اللي بينك وبينه عداوة، رئيسك في العمل ممكن، والدك في البيت ممكن، الزوجة أو الزوج ممكن، صديق ممكن، جار ممكن، هو خلي يسوي اللي يسوي، أنت احترم أنه أقرب إلي من حبل الوريد ربي، وأقرب إليه من حبل الوريد اللهم يا رب من أجلك اللي أنت شايفني الآن، ما من اثنين إلا هو ثالثهما، ثالثهما مو رقم، لا، فيك وفيه، أقرب إليك وأقرب إليه، لو أربعة هو معاه واحد في الأربعة، خامسهم كلهم ليس ذات. في أحبابنا في الله المقصد الاتصال ما هو؟ أن تعرف أنك أنت عظيم، أنت غير محدود بالجسد، ربنا اختارك من بين المخلوقات، حتى الملائكة الكبار جبريل إسرافيل هذا كله، ها، اختارك أنت من بينهم، ونفخ فيك من روحه، من روحه، شوف الكلمة ذي عظيمة، وتحدى الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، من يقول؟ ملائكة دائما في التوب، ها، قال اني اعلم ما لا تعلم، زي كانه اب يتحدى بابنه، قال ولدك هذا ضعيف وتعبان، يقول انا اعرف انه بطل، انه عبقري، فربنا قال انا اعلم ما لا تعلمون، علم ادم الاسماء كلها وعرضهم على الملائكه ما عرفوا لها، قال شفتوا الحين انا وريتكم الميزات اللي فيه، هذه الميزات ليست في سيدنا ادم، والميزات التي نسمع قصصها عن سيدنا إبراهيم ليست هي فيه وحده،
تستطيع أنت تنجو من النار لو أحرقت، لكن بالطريقة اللي أول تتمكن. إذا تمكنت كل شيء بيدك. إيش قال ربنا عشان تعرف كل شيء بيدك؟ إيش يقول الله؟ ادعوني أستجب. من اللي يستجيب؟ الذي على كل شيء قدير. إذا أنت وثقت وعرفت إمكانياتك وعرفت غلاوتك عند الله، وقلت اللهم يا ربي أنا عندي المشكلة الفلانية، وأنت عليها قادر، أنت سخرت كل شيء، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ما في الأرض، إيش في الأرض؟ هي هذه المشكلة واحدة منهم، أنت سخرته لي؟ أنا شايف أني أنا مسخر له مشكلة ضج، يعني أقضت عني النوم، لا أنام في الليل لسبب المرض، لسبب الشيء الفلاني، أتعب، الأولاد أو الزوج مغلبني، من حولي مغلبيني مثلا، أو شيء ما، ممكن أنت سعيد في قصر كل شيء لكن شيء ما مغلبه، ها؟ اتصل، ما هو اتصل، أنت سويها كذا، اتصل، أنت أقرب لي من حبل الوريد، يعني لما أتكلم الشفايف تروح لأذاني، أنت ما يحتاج شفايف جوا، أقرب من حبل الوريد معناته عارف اللي ذات الصدور عارفها وأخفى عارفها، طيب أنا ما أحتاج كلام ولا أحتاج صراخ وصياح، وبعد ما خلص إيش ثقة إنه سيتحقق، متى؟ مش على كيفك، على كيف الحكيم، مو أنت الحكيم، اللي أحكم منه هو حكيم، ليش؟ من ضمن الأسباب حتى لا تخرب أنت، حتى لا تفسد أنت، كل ما قلت يا ربي قال لك خذ 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 خذ، كل الناس بيجوا للإسلام وللدين، ولو كمان تنظيف الشوارع، ما دام كل شيء أطلبه، ما دمت أنظف الشوارع أنظفها، ما دمت أغسل ثياب الناس أغسل، ما دام كل شيء طلب إيش فيه؟ لا تجعل هذا وسيلة، الله لا تجعله وسيلة، عشان كذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، مو الناس تفهم إياك نستعين، نستعين بك خدام، نستعين بك تخلصنا من الأشياء هذه، ما نقدر، أنت خلصها لنا وما تخلص لأنه مو خدام، إياك نستعين يعني أي شيء في الحياة نستعين به علشانك أنت، كل الحياة خدم لك. فلذلك أحبابنا في الله، نحن أشوف الوقت كم، أيوه، نحن بعيدين عن حقائق الدين، والدين سهل بسيط، يعني واحدة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر القصة هذه أنه إحدى النساء كانت شغلها الزنا، مومس، عشان يبين الرسول إحنا بين يدي من، شغلها مومس، مو يعني مرة سوتها، فلما جاءها ظرف إنها رايحة لبلد آخر وصارت يعني أصابها العطش حتى خلاص قربت تموت، فرأت عن بعد بئر، مشت مشت حتى وصلت إليها، الماء ليس قريب، فماذا عملت؟ نزلت قليلا قليلا مع ضعف العطش الشديد مهلكها، نزلت نزلت حتى شربت من الماء، أول ما شربت ارتحت، طلعت إلى الأعلى فوجدت كلب جاي مثل اللي أصابها، أصابه عطش لكن ما يقدر زيها ينزل ويشرب ويطلع، فلما نظرت إليه حزنت، قالت أصابه مثل ما أصابني، هي عرفت معنى عطش، فنزلت مرة أخرى وملأت خفها الذي في رجلها، وصعدت مرة أخرى وميلته له حتى شرب وارتوى وذهب، كلب مرة في حياتها، ولم تحتسب، تقول يا ربي أنا علشان تغفر لي ولا شيء، رحمته فرحمها الله وغفر لها وأدخلها الجنة، فربنا يبحث عن نقطة خير عندك علشان يدخلك الجنة، ليس عكسك، ليس كما قالوا يبحث عن أي مشكلة سويتها وخطأ وأذنبت في
عصيت أمري، عصيت أمري. هو عمل حسنات كثير، وفي آخر عمره مثلا مات قالوا ختم له بالسيئات، ختم له كيف هذا مو من العدل؟ ها، إن الله سبحانه وتعالى يعمل الرجل طيب طول عمره وفي الأخير دخلوا الجنة علشان آخر شيء سوى سيء. الحديث ليس معناه هكذا، له معاني أخرى، ولو نفتح الباب يكون مجال كبير. فإن شاء الله الوقت تقريبا انتهى، أنا على أساس 20 دقيقة أكثر شيء إلى نصف ساعة أو ربع ساعة أحيانا. فلذلك أحبابنا في الله، المقصد نرجع إلى الله. الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأحب إلينا وتحدى الملائكة من أجلنا. والأمر بسيط، كلمه، خاطبه في أي مشكل حصل لك، أي علم تريده، ها، هو موجود في الداخل. الإنسان الذي علمك أو الذي عنده مثلا فتوحات وعلوم في الذرة مثلا أو في أي مجال في الصحة مثلا، طبيب مشهور ويسوي عمليات، ها، العلم الذي عنده هو عندك، كله في الداخل، أخرجه الله لبعض الناس حتى يخدموا بعض الناس. تريد القرب من الله، لا تبحث عن واسطة، هو جنبك، كلم الله، هو يوجهك لك الساعة لفلان آدمي، تجد انشراح صدرك أنه أروح لفلان، أو سمعت في اليوتيوب عنه، أو رأيته في اليوتيوب وتابعته مثلا. هو الله، لا يوجد شيء اسمه صدفة. الله الذي أتى بك إلى هذه القناة مثلا، أو أتى بك إلى قناة أخرى واستفدت منها، هو الله يمشيك، موجود في النت، الله موجود، مو في بس في السماوات وخلاص، أي مكان أنت عامل الله كأنك أنت عايش بين يدي الله، كأن ما في خلق. فلذلك الاتصال يكون أنت متصل بربك في الدار، ليس بعيد، وكذلك في الخلق موجود، فأنت وهم واحد. أحباب، أنتم أحباب، أنتم إخوة، نحن إخوة، نحن بيد الحبيب ربنا، وهذول أحبابه، وأنا منهم، عندي عيوب تحمل لي هو، واحد ثاني ما تحمل لا شأن لي، خلاص أنا أميل للجهة التي أريد. أنا نفس الشيء أتحمل بقدر ما يكون عندي سعة وتحمل للآخرين، بقدر ما الله سبحانه وتعالى كمان عن عيوبك عن ذنوبك. ليش؟ هو متحمل عبادي، أنا أتحمله، يتحملك أكثر ولا ينظر إليها، حتى يقال يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يأتي ببعض الخلق إلى كنفه يغطي، يصير الناس ما يسمعون ولا يرون ولا يعرفون ماذا يحصل بينه وبينه، فيقول أنت أذنبت الذنب الفلاني من الذنوب الصغار، هو مجرم كبير ولكن ذنوب صغار سواها، أيوة، الثاني، الثالث، 10 20 30، يقول هذا الذنوب البسيطة لسه ما دخلنا في العميق، أنا خلاص منتهي، هالك هالك. فيقول سترتها وسترت الأكبر منها. افرح افرح، لو مخلوق دمام وضمه وسلم على راسه وعلى رجله وعلى كل شيء، شوف الإنسان كيف. فيقول الله تفضل، خلي فكرك في الآخرة، الدنيا أنت مرضت تقول هذه رسالة أو شوكة جاتك أو أي شيء، ارجع نفسك، لا تكون مثل المنفصلين، هذه الشوكة من هناك، هذه المشكلة هناك، لا، المشكلة هنا. إيش هي هنا؟ أنا سويت شيء مع خلق من خلق الله، مع الله، وخلق الله أهم، الله يعفو، مو مشكلة، سويت خلق، مو الناس لما يسوي مصيبة إيش يوجهوهم؟ الشيوخ يوجهوهم إلى المساجد والصلاة والذكر والتلاوة القرآن أكثر، وهو مؤذي جاره مثلا ولكن ما يحسبها، أذي كذا، هذا هو مو أحسن مني، أنا وقفت موقف هذا ولا شيء، وبعد ذلك يذهب إلى المسجد يصلي أول الناس، فيوجهوا أكثر للعبادة. ليس هكذا، في خلل في المعاملات، أخذ مال، سب، يجعلك مفلس يوم القيامة. فلذلك يا أحبابنا في الله، أنا كل شوية طالع في الساعة، تجاوزت، ولكن الموضوع طيب، وإن شاء الله أنتم فيكم
رغبة، لذلك جاء الخير زاد شوية. الناقة اللي هي مرأة الجمل كما يقال، الناقة إذا جاء بجوارها الحوار ابنها الصغير وكان لا يوجد حليب، يعني ما شاء الله يتوسع أكثر وتشرب، كذلك الأم تشتغل هكذا، وأول ما يزعق الولد يصرخ هناك يبكي تبدأ الحليب يأتي. فإن شاء الله يا أحبابنا في الله، إن شاء الله فيديوهات قادمة في توسع في هذه المجالات أكثر وأكثر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.